طبعا المدرسة بدورها تقوم بنشر واجبات مهام الطلبة، حقوق الطلبة، ومن ثم هي تنبثق من حقوق الإنسان، كيف تعلم الطالب حقوقه كإنسان وكطالب. طبعا تستمد أيضا من المواد الدراسية عندنا، مادة الشرعية، القرآن الكريم، التربية الإسلامية، ومن أيضا في دور مادة التربية الاجتماعية متواجد فيها درس كامل عن حقوق الإنسان، وأيضا تتضمن حقوق الإنسان مناهج في المواد الدراسية، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين لهم دور كبير في نشر حقوق الإنسان للطلبة. الحقوق إن هو بيبقى لي مثلا حرية التعليم، حرية التملك، حرية الرأي، حرية التعبير عن رأيه، في نفس الوقت بيكون أكيد عليه واجبات، التزامه بقوانين أولا الدولة، قوانين المدرسة، لوائح ونظم الوزارة، وزارة التعليم. يعني هيكون مثلا زي وجوده في المدرسة في موعد محدد، التزام بنظم ولوائح الداخلية للمدرسة. أكيد بيبقى لي حرية، بس أكيد الحرية بتنتهي، حرية أي شخص بتنتهي عند حرية الشخص الآخر. احترام أن كل واحد له مخصصاته الخاصة فيه، زي ما أنت إلك أملاكك هو إله أملاكه، زي ما أنت حابب تلعب هو حابب يلعب. فهذه من ناحية الحقوق. قضية أنه أعطيني تقبلك الآخر، خاصة في أحيانا الطالب بده يخطأ، الابن بده يغلط، فأنت ماشي عاقبته، ولكن برضو من حقه أنه يعرف سبب العقوبة، تسمع له. برضو هاي من حق الولد الصغير أو من حق الطالب أنك تسمع، أنك تسمع لتعبيره. حابب يتكلم لك عن أصدقائه، حابب يتكلم لك عن أي شيء، برضو هذا برضو بدي أسمع له وأوجهك إنصات له. تفاصيل ومواقف كثيرة يعرفها الطلاب عن مفهوم حقوق الإنسان، فمن أين لهم هذه المعلومات وكيف تعلموها؟ لنعرف الإجابة من الطلاب أنفسهم في التقرير التالي. عرفت حقوق الإنسان من المدرسة، من والدي، من صف تقريبا ثالث لثاني إعدادي أو ثامن، وأنا أتعلم حقوق الإنسان من قبل والدي ومن قبل المدرسة. حقوق الإنسان تعلمتها عن طريق إلى أن مثلا والدي يستشيرني في بعض الأشياء، يعني يعطيني حقي في أني أتخذ قرارات في مفردي، مثلا أشياء أنا مقبل عليها يعطيني الحق وما يجبرني على أني أفعل أي شيء ما أرغبه. كل واحد له رأي، فمثلا أنا لي رأي، وأنت لك رأي، وأصدقائي لهم رأي، والمجتمع كامل له رأي، فأنا أحاول أني أتقبل رأي الآخرين بدون أي اشتباك أو أي شيء. هذه هي حرية الرأي.